السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى التفاصيل. رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق النار في أبيان برعاية تحالف دعم الشرعية بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للتحالف. ودعا أعضاء المجلس أطراف الصراع بالتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض وإبداء حسن النية من أجل عودة السلام إلى اليمن. ومن مقر إقامته في الرياض، أعلن الرئيس عبد الرب منصور هذه الثلاثاء عن جهود حكومية لتنفيذ بنود اتفاقية الرياض، وذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل. وأكد هذه على استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ومن خلفها إيران، مجددا تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين، متهما إيران بالعمل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار. إلى ذلك جدد هادي خلال لقائه بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيتس في العاصمة السعودية الرياض، جدد حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيدا عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.